طب هل ممكن الاصلاحات مثلا حاجه خبطيته مثلا او لا يعني دي حاجه في علم الغيب ده اللي ممكن يقولها الطب الشرعي ده اللي ممكن يقولها الطب الشرعي او المشرحه جوه هم اللي يقولوا انا ما اعرفش فين بقى تجديد حضرتك قلت له ان هو حافظ القران الكريم واخد 3-2 برونزيه على مستوى الجمهوريه في التجديد وكمان حافظ يعني حاجات تانية كتير من اوائل الثانويه العامه حاجة تانية كتير حاجة الشخصية اللي معاك حاجة الشخصية طيب بص مسالم بدرجة فوق الوصف محمد يعني أقول لك إيه هوا ماشي على الأرض كده هوا ماشي على الأرض يعني محمد مفيش محمد أطيب خلق الله والله مش بقول كده عشان ابن أختي والله والله شهادة الله ما بقول كده عشان ابن أختي أنا بقول والله ربنا يحاسبنا على الحلف أنا بحلفه ده لمحمد اقول لك ايه اسال صحابه اسال زمايله اسال ده اسال ده حب من اصحابه يعني طيب. كلهم من اول اليوم لاخر يوم معاه ليهم يومين لغايه ما يعني في اكتر من كده لو معلش لو محمد ده مكروه حد هيجري له ولا يروح ولا هيجي ولا هيقف معانا من امبارح لحد النهارده محدش نام ولا حد اتحرك من النادي جه محدش من النادي جه بنتحرك من بعد ما خرجنا من النادي بالجثه لحد هنا محدش اتحرك معانا طب حد من الاتحاد الاتحاد ولا حد من اتحاد الكوره محدش تواصل معانا وزاره الشباب والرياضه اللي نعرفه نائب وزير الشباب والرياضه امبارح جه انا شفته امبارح الساعه 1 بالليل او 2 بالليل نص ساعه وما شفتوش تاني بس ايه الاجراءات اللي تمت خد اجراءات ايه جه بس شاف الموقف وعاوز يثبت حاله ومشي الله اعلم هو كان جاي ليه او اتكلم مع الامن في ايه او اتكلم مع رئيس النادي في ايه ده الله اعلم لانه اتكلم معايا شويه بس ما اتكلمش في تفاصيل انتوا كل اللي انتوا عايزينه حق ابنكم حق ابننا مش طالبين اكتر من كده حق ابننا يرجع بس ده اللي احنا طالبينه سواء بقى تاثير من النادي سواء تاثير من جهه مختصه اي جهه بس انا ليه حق محمد يرجع حاله الام نفسها حالة الأم منهارة أقول لك إيه يعني حالتها أسوأ مما يكون يعني الله يكون في عونها ويصبرها طب وزير الشباب والرياضة أقدم بيان نعي لحضراتكم وفي وفاة اللاعب حضراتكم شايفين البيان ده إيه طيب الوزير على مثلا على خطى مع حضراتكم تابع مع حضراتكم ولا إيه بقول لحضرتك ممكن يكون النائب بتاع الوزير إمبارح كان موجود نائب وزير الشباب والرياضة كان موجود إمبارح ممكن يكون كان ده بيتابع مع والده مباشرة مش عاوز يدخل حد أطراف في النص فهو بيتكلم مع والد الحالة مباشرة أنا مش عارف الله يكون في عون والده مش عارف اصلا مش عارفين نقعد معاه نتكلم معاه ناخد ربنا صبره يعني حضراتكم بتطالبوا بتحقيق في هذه الواقعه وفي هذه القضيه طبعا ده كان من سواء من رئيس النادي عشان يعرف اللي تحتيه مسؤول او من الوزير اللي تحتيه برضه مؤثر في حاجه كل واحد مسؤول يشوف اللي تحتيه مؤثر في ايه لان مفيش امن مفيش وسيله امان في البحر في المدرب ما بينزلش معاهم تمام المفروض بيتابعهم حتى لو بكاميرا مراقبه من بعيد السبب الرئيسي هذا الاهمال فين اللايف سيفتي اللي هو لابسه مثلا اللايف جاكيت اللي هو لابسه مثلا الحمايه اي زي كده يعني هو نزل التدريب من غير اللايف من غير اللايف جاكيت خالص نهائي ده كان معتاد ولا دي كانت مره مثلا حصلت الله اعلم ما كنتش بحضر معاه طبعا والده اللي كان ساعات بيجي يحضر معايا تمام بس انا اعرفه اللي هو المفروض ده اي وسيله امان اللي هو انت تنزل باللايف جاكيت في البحر انا دلوقتي حصل معايا موقف زي كده في دوامه في البحر في بحيره معديه عملت موج عاليه راحت مغرقاه ما يكون لابس مثلا لايف جاكيت ما هيهب على وش الميه طب ايه سر تشبيه حضراتكم بيقولوا زي احمد رفعت الواقع دي زي واقع احمد رفعت ده حقه احمد رفعت انا ما شفتش مسؤول اتكلم عليه او جاب حقه في حاجه ده انا شايفه وبرده ممكن صحابه انا يعني مع احترامي للناس انا ماليش في الرياضه قوي ممكن صحابه اللي ليهم في الرياضه وفاهمين في الرياضه ممكن يتكلموا واحد مين اكتر واحد فيكم هنا ليه في الرياضه محمود اهو مثلا ممكن يتكلم في الرياضه جدا شاطر جدا في الرياضه بقاء لله اول دوام لله يا استاذ محمود بقى انت شايف السبب الرئيسي في هذا الاهمال ايه كوتش بتاعه كوتش ورئيس النادي اي مسؤول في النادي هم دول السبب الرئيسي بالظبط ده انت ازاي نادي مشارك في بطولات تبع الجمهوريه وازاي مش متاح عندك لايف جاكيت تمام ازاي الكوتش بتاعك ما يطلعش معاك وقت التمرين ازاي يكون في وقت التمرين حضرتك يبقى في اصلاحات تحت الكوبري زي ما حضرتك شفت كده انت ازاي اصلا المفروض كنت تاجل التمرين طبعا صح كده او مثلا تنقل التمرين في اي مكان تاني ده انت ممكن تقدر تعمل الكلام ده كله بكل سهوله طبعا بالظبط لكن الكلام ده ما كانش متاح خالص هل هذا المكان هو كان المعتاد فيه التدريب هو على طول بيتمرن في المكان ده هو على طول يعني مش حاجه جديده لا حضرتك ده النادي وعليه الشعار بتاعه واسم النادي هو كلهم موجود في النادي طب هو على طول كان بيلبس الجاكيت سيفت جاكيت ولا دي المره الوحيده اللي ملبسهوش لا هو ساعات وساعات بس كان الاول اول ما النادي فتح كان في
كان في ممارسه مع اللعيبه اللي في النادي وكانوا بيمشوا معايا عادي وبتاع، بس بعد كده الموضوع هدي خالص وما حدش بيطلع معايا في التمرين. هو كل اللي همهم هم يلموا فلوس من اللعيب ومن ورا اللعيب، زي ما حضرتك شفت محمد من شهر ونص او شهرين واخد ترتع الجمهوريه، واخد ميداليه برونزيه وبيحضر تاني لبطوله تبع المنتخب. فانت اكيد يعني ده بيلعب باسم النادي، فالمفروض النادي يكون موفر له كل حاجه، المفروض النادي يكون محافظ عليه، لان ده ابن من ابناء النادي. محمد بقاله 8 سنين في النادي وهو عمره 17 سنه، يعني ما عنده 9 او 8 سنين تقريبا هو في النادي. والكابتن يطلع يقول محمد ساب شنطته مع صاحبه واتكل على الله ومعرفش راح فين، قالوا كده فعلا بالظبط؟ المدرب قال كده. ده بعد الوقعة؟ بعد الوقعة على طول، بعد الوقعة على طول اتصل بوالدته قال لها محمد ساب شنطته ومشي ومعرفش راح فين وزميله جالب الشنطة والكلام ده كله ما حصلش. ده المدرب قال كده؟ المدرب قال كده. طب افتكر قال كده ليه؟ عشان يداري، عشان يداري الموقف بتاعه. في حاجة كده في حاجة أصلا؟ عشان هو ما نزلش معايا. المفروض كان ينزل، المفروض كان ينزل معايا، المفروض حتى على لو مش هتنزل في لاف جاكيت، لاف جاكيت ده لو اي حد يقع يطلع على وش المايه ما ينزلش تحت، وباشر من بره كمان بالظبط. المفروض يبقى معاك لانش تمشي جنبيه، مش هقول لك بقى تركب معاه في نفس الوقت تمشي جنبيه. كل وصول الامان ما كانتش معاه، كل سبل الامان ما فيش اي حاجه كانت معاه. انت محمد هو باللبس بس، ما فيش لاف جاكيت، هو الشورت والفلين. شايف اللانش مش موجود، الكوتش مش معاه، مفيش لايف جاكيت، مفيش اي حاجه من دي خالص، مش متاح اي حاجه. مين اول من عرف بالحادث نفسه؟ والدته ووالده. الابتول كان في معاه، كان معاه زميله بتتدرب معاه، كان معاه زميلته، هي اللي شافته، هي زميلته شافته وطلعت فضلت مستنيه شويه اللي هو يطلع، ما طلعش، فراحت قالت ندهت الكوتش بتاعه، خد اللانش وروح. قابلت زميلته؟ لا، لان كان راحوا تقريبا القسم خدوا اقوالها. كان في حد معاه في القارب ولا بيبقى لوحده؟ لا هو بيبقى لوحده، التمرين بيبقى لوحده. فزميلته راحت خدوا اقوالها في القسم على ما سمعت يعني. ما شفناش بصراحه، والكوتش كنا عقبال ما رحنا ما كناش برده، ما كانش موجود. والدته كانت واقفه على العنيل ولسه اخوات الانقاذ بتحاول تدور عليه. صف لنا حالتها، كان شكلها ازاي وطبيعتها ازاي؟ صعب يعني موضوع وحش، يعني موضوع ما حدش يتخيله بصراحه، وموضوع اصعب مما تتخيله. لان الام انت حضرتك زي ما انت عارف الام تبقى ضنا غالي. في كلام كتير كنت عايز تقوله لاحمد عفوا لمحمد، كنت عايز تقوله ايه تاني؟ ايه الكلام اللي انت لسه شايلوه؟ محمد اللي انا كنت بقوله كنا بنحفزه كلنا. محمد كان بيحضر بطوله تبع المنتخب، فما هو ما كانش بيقول لحد كتير يعني، كان اقرب ناس ليه كان بيقعد معاهم ويتكلم معاهم يعني. اخر كلام كان اول امبارح، كنا قاعدين كلنا وبنضحك وبنهزر ومشي الساعه 2 بالليل اللي هو عشان رايح تمرين تاني يوم. لانك الاقرب ليه في اصدقائه يعني. عايز اعرف، كنت متوقع ان هو يروح او يضيع حاجه زي كده؟ لا، ما كانش في حاجه في دماغي بصراحه. عمرك ما كنت في؟ لا، لان هو على طول معانا وهزار وضحك يعني، مثلا مش يغيب عنك يومين ولا ثلاثه. من اطيب الناس. لا محمد، بص محمد الحمد لله ملتزم صلاه، حافظ قران ربنا كله. محمد مجزأ حياته شهيد عند ربنا بالظبط. يعني حياته كلها متجزأة، صلاه، شغله، تمرينه، يقعد معانا شويه يعني. محمد الحمد لله يعني ما مش مؤثر مع حد، وعمره ما زعل حد. محمد كان طيب، ومحمد كان شخصيه كويسه، الله يرحمه. شكرا لحضرتك.